حضرة العمدة، مش كنت قلت انك يا صفية كنت فرشتلك الارض رملة وفوق الرملة ورد وفوق الورد اتش دي اف؟ ده رايح يا اخويا، ما تهدى شوية. وبعدين يعني من باب اولى كنت تقول لها تاخد بالها من شكلها. ماله شكلي يا حافظ؟ مالوش يعني، قصدي شعرك كده. ماله شعر يا حافظ؟ مالوش. مالك يا حافظ؟ مالوش، اصل ده لوح رخام ملبسونه طعيه، لوح تلج ملفوف بجلابيه، لوح خشب داس على وشه عربيه. يلا قدامي يا صفيه. يا حبيبتي يا حبيبتي، نورت بيتك ومطرحك. منور بيكي يا حضرة العمدة. منور بيكي يا نورت العيلة يا تيتا نجاية، وحشاني قوي. انت اللي وحشاني يا حضرة العمدة. بقية في حياتك، حياتك الباقية. انت عارفة ان المرحوم جون كان رسمك لوحة كبيرة وكان مسميكي موناليزا تل شبورة؟ ده مرحوم منين ده؟ الحياة يا ست نجية، بقيت مناليزة. تهدي، أعوذ بالله من غضب الله، ما بقاش فيه خشة خالص كده. خشي؟ ها، كنت بتقول أهل العيال يا حافظ يا مدرس يا مربي. الموناليزا دي صورة قديمة من زمان، رسمها رجل فنان كده عجيب، صح؟ صح يا تيتا، يا مثقفة يا فنانة. يا حبيبتي يا حبيبتي يا حبيبي تبني. صباح الخير. صباح النور، اتفضل. اصحى كده. ايش يا عم الشيخ؟ طلع زيه، كان يحب الشعر والمزيكا والفنانين، كان دايما جايب سيرتهم. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.